معنا اتصال محمد من جدة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي لدي سؤالين للشيخ. الأول أن أجد لدى سماحتي جوابا شافي. السؤال الأول، في هذه الأيام كثر الأخذ والرد في ترسخ اليقين، ما هي الوسيلة التي تحقق هذا الأمر؟ السؤال الثاني، لحظة، السؤال واضح السؤال يا شيخ الأول؟ لا، أعد سؤالك الأول يا محمد. السؤال الأول، في هذه الأيام كثر الأخذ والرد في ترسيخ اليقين أو ترسخ اليقين، طيب، ما هي الوسيلة لتحقق هذا الأمر؟ تفضل يا شيخ، يسأل عن ترسيخ اليقين. ترسيخ اليقين يكون بذكر الله عز وجل والإكثار من تلاوة القرآن والتدبر للقرآن وبحضور مجالس الذكر والاستماع للمواعظ والمحاضرات وخطب الجمع والحرص على ذلك، بهذا يقوى اليقين بإذن الله.